أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الحضور، الأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يكثرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين، السلام على شهداء العراق، السلام على شهداء آل الصدر، السلام على شهداء المقاومة الشريفة، جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ولواء اليوم الموعود. السلام على كل من سار في طريق الحسين عليه السلام، كل من سار في طريق الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. الإمام الحسين عليه السلام عندما استحق هذه المقامات التي خلدته في التاريخ وجعلته سيد شباب أهل الجنة، هل فقط لأنه قتل هو وعياله؟ لأنه في المعركة كان هنالك 70 نساء، كان هنالك 70 أطفال؟ لا أكيدا، وإنما الحسين عليه السلام لأنه صبر أكثر من صبر الأنبياء، لأن الإمام الحسين عليه السلام صبر في طاعة الله سبحانه وتعالى وقدم أبناءه شهداء. بقدر ما كان هنالك باطل كبير أمام الإمام الحسين عليه السلام، كان الإمام الحسين عليه السلام أمام هذا الباطل أكبر بشجاعته وبتضحيته وبزهده في هذه الدنيا. الإمام الحسين عليه السلام الذي أقبل مع أنصاره على الموت وهم يعلمون أنه لا سبيل للنجاة، لأن من أمامهم قد أعتق بهم بوحشية وعمل بهم تقتيلا وسبيا للنساء، فلذلك استحق أنصار الإمام الحسين عليه السلام أن يكونوا أفضل الأنصار، لأنه أفضل الأنصار حتى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف كما يقول السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره، لأنه أنصار الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف عند ظهور الإمام المهدي يقبلون على الموت أو على التضحية مع احتمال النجاة، باعتبار أن الإمام الحجة سوف يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما مولي الظلماً وجوراً. أما أنصار الإمام الحسين عليه السلام فهم أقدموا على الموت وهم يعلمون أنه لا نجاة من هذا الموت، وأن مصيرهم هو القتل، ولكنه قتل في سبيل الله ليستقيم دين محمد. لذلك قال الإمام الحسين عليه السلام: إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف ديني. اليوم هذا الموضوع وهو أثقف قد جسدت مرة أخرى كما جسد فيها الإمام الحسين عليه السلام كل معاني الإسلام والتضحية في سبيل الإسلام والوحدة في سبيل الإسلام، كانت واقعة الطف تطبق في العراق مرة أخرى عندما قاوم أبناؤنا وشهداؤنا أبناء المقاومة الشريفة عندما قاوموا الاحتلال وهم يعلمون أنه لا مجال للنجاة، لأنك اليوم تصارع أكبر قوة على وجه الأرض، حتى سماها السيد الخويني قدس سره بالشيطان الأكبر أمريكا، وكما وصفها السيد محمد صادق صدر قدس سره. السيد محمد صادق صدر قد فتح عيوننا وأبصارنا على حقيقة الملمة يجب أن لا تغيب عن بال أي عراقي بل أي مسلم بل أي إنسان، أن هنالك شر كبير اسمه أمريكا واسمه إسرائيل. عندما خطب وكان يخطب من على منبر الجمعة في الكوفة المقدسة كان السيد محمد الصدر يقول: كلا كلا أمريكا وكلا كلا إسرائيل. لماذا لم تكن أمريكا تحتل العراق في ذلك الوقت؟ إذا لماذا كان السيد محمد الصدر قدس سره يقول كلا لأمريكا؟ ولأي حقيقة يريد أن ينبهنا السيد محمد الصدر؟ كان يريد أن ينبهنا إلى حقيقة هو من ذكرها عندما قال أن تأسيس ما يسمى بقوات التدخل السريع وافتعال حرب الخليج في التسعينات وافتعال حرب الخليج وملء المنطقة بالقوات الحربية ما هو إلا تحسب لشيء واحد فقط، يقول قدس سره، شيء واحد فقط وهو تحسب لظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه وليس لشيء آخر، وليس لشيء آخر كما يقول السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. إذا أمريكا كانت تريد أن تأتي من أجل الإمام الحجة ليس من أجل النفط فقط، النفط كانت تملك النفط من خلال صنيعتها صدام الهدام قصد البعث الكافر، ممكن كانت تحصل على قيادة العراق وهي كانت تحصل على قيادة العراق وكانت توجه هذا الحزب وقيادات وأسلاف النظام البائد كيفما تشاء، ولكن كان هنالك مخطط إلى تدمير العراق وتخريب العراق. لماذا؟ لأنه بلد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، حتى أنه أحد القيادات قيادات أو الجنرالات الأمريكية قد قال في لقاء على الجزيرة الفضائية قناة الجزيرة الفضائية أن
لقد الأساطير الدينية من وجهة نظرهم الأساطير الدينية هي التي دفعتنا إلى العراق. المقدمة قال يعني شو ماذا تعني؟ قال له لقد جئنا لمحاربة المنقل في أدبياتنا المنقل وفي عقيدتنا ومذهبنا هو الإمام الحجة عبد الله فرج. يعني أمريكا جاءت لحرب الإمام الحجة عبد الله فرج. أمريكا بكل ترسانتها بكل وحشتها. والله العظيم أخوان هنالك بعض الجهات كانت تحتقد وتؤمن أنه إخراج الاحتلال قاومة الاحتلال هي حلم بل هي خطوة من الخيال. يعني شيء ما يصور عقلهم. يقولون هاي أمريكا كيف نستطيع نحن؟ هاي أمريكا سقطت صدام. هذا الباطل وهذا ما فعله ابناؤنا في وحدة المعارك. وانا ممتنة لسماحة الشيخ الفاضل الشيخ وديع على هذه القصص الاسطورية العظيمة التي ذكرها لان هنالك ظلم كبير ما يزال موجود على شهدائنا وابنائنا. اليوم قد التاريخ اللي يظلل من خلال بعض وصلات المعطى لهؤلاء الشهداء حقهم. هؤلاء الشهداء وتخترق العالم كله. فهذه في يوم من الايام في احدى المعارك خلال دقائق لما نجموا كانوا معاصرين لمدينه الصدر خلال دقائق حاولوا انه يخترقون احدى المناطق اللي ما سمح لهم طبعا 50 يوم ولم تستطع لا امريكا ولا غير امريكا ان تدخل المدينه ابدا برشاشات بسيطه وباسلحه بسيطه. هذا يقول لك انه هؤلاء ليسوا وحدهم وانما كان الله معهم كان الامام الحجه معهم لانهم لا الله سبحانه وتعالى لا يترك من يقاتلون في سبيله لا يتركهم ان الله يدافع عن الذين امنوا. فهؤلاء لهم من قاتلوا لم يكن يقاتلون في سبيل حكم او في سبيل منصب ولم يكن يقاتلون مثلا فنقول بل بعض كان هنالك معارضه لصدام ولكنه بعد حدث صدام قد اكتفوا ان ياتيهم الحكم. لا الامام الحسين عليه السلام لم يحارب في سبيل الكرسي حتى ما يشيل الظالم ويبقى كان حتى يظلم ابدا. الامام الحسين عليه السلام كان يريد ان يقيم دوله العدل الالهي ولكن كان هنالك خذلان للامام الحسين عليه السلام. شو جيش الامام المهدي حتى وصل الشرق عندما حاصر هذه الدبابه فارادت ان تخترق المدينه والله في دقائق تكبدت خسائر. هسه هذا الموضوع انا لكن لما نسمع المسؤول في داخل الحكومه العراقيه لما يقول قالوا لي الامريكان قالوا لي في دقائق يمكن دقيقتين او ثلاثه تركت عده منورات ثمان نورات تركت وهي نورات مضاده للصواريخ مضاده للابوات دقيقتين ثلاثه قالوا لقد امنا انه نحن لا نعرف بشر. هذا المسؤول وخلي اقول له اسم المسؤول. هذا المسؤول هو الاستاذ الدكتور موفق الربيعي اللي كان مستشار الامن القومي في الحكومه السابقه. قال قالوا الامريكان اننا لا نحارب بشر قد امنا اننا لا نحارب بشر. هل يوجد بشر في دقيقتين يدور اكثر منها مرات باي شيء يحاربنا؟ معلومات ناس استخباريه تقول ما عندهم اي تكنولوجيا ما عندهم ذات الاسلحه. اذا كيف استطاعوا ان يدمروا هذه الدبابات؟ يعني من جو هجموا كانوا مؤمنين تماما انه راح بكل سهوله ان تسقط هذه في سقوط امامهم جيش الامام المهدي راح يقدرون انه يدخلون المدينه. ولكنهم بعد هذه الحادثه انسحبوا بعد 50 يوم بعد ان جمعوا قواهم وحاولوا كل الطريقه. طبعا هذا الحكي مو فقط الدبابات كان هنالك قطاع جوي قصف شديد للطائرات قتل الاطفال قتل النساء والشيوخ وهدم بيوت ولكنهم لم يستطيعوا الدخول. اذا اثبتنا انه ان انت مؤمن بالله سبحانه وتعالى بدينك ومذهبك وانه قدوتك في جهادك وفي مقاومتك هو ابي احرار الامام الحسين عليه السلام وانك تريد وجه الله سبحانه وتعالى وتريد حمايه بلد الامام الحجه لا امريكا ولا غيرها يمكن ان تستطيع ان توقف وجهك. وفي الاتفاقيه الامنيه كانوا اخوتكم واخواتكم في داخل مجلس النواب العراقي كلكم تذكرون كيف رفض الاتفاقيه الامنيه. هذا اليوم اقولها وامامكم وللتاريخ لما رفضنا الاتفاقيه الامنيه يوم الصبح كان المفروض احنا طبعا سوينا جولات وصولات في داخل مجلس النواب العراقي. الامريكان
المشهداني قال لا نحطهم نحتقلهم في داخل مجلس النواب العراقي. محمود المشهداني عندنا قال لنا، والدكتور عقلي كان في وقت رئيس الكتلة قال لهم الأمريكان قال لهم لا معودين لا تدخلون، هذول يطلبون المجلس النواب على رأسكم وعلى رأسكم، ما راح تقدرون تعتقلوهم اتركوهم. قال لهم انه الاتفاقية راح تقول لانه كذلك كثير من الجهات تريد الاتفاقية الأمنية، ولكن هل انه كثير من الجهات تريد الاتفاقية الأمنية ان نسكت؟ الإمام حسين عليه السلام قال إن الدعية من الدعية قد ركز بين الثنتين السيئة والذلة وهي أتمنى الذلة. الصبح جئنا إلى مجلس النواب العراقي وجدنا المنطقة مدججة بالهمرات الأمريكية ومحاطة من كل حد وصوب بالهمرات الجنود الأمريكان، كان تخشيط ما إلى مكان داخل المنطقة الخضراء ومجلس النواب العراقي. دخلنا ووجدنا أن كل قوات الاحتلال الأمريكي موجودة في المنطقة اللي كانت محاصرة المنطقة، قد حاصرت حتى بعد مجلس النواب اللقاء الرئيسية وقالوا سوف يدخلون ويعتقلونكم إذا رفضتم الاتفاقية الأمنية. والله وقفنا ورفضنا الاتفاقية الأمنية وكنا نتمنى أن يدخل ويقتلون لكي نحصل على شهادة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن نرفض الاتفاقية الأمنية. وبعد أيام وسنوات عرف الشعب العراقي أن هذه الاتفاقية الأمنية أكبر خدعة كان يريد بها الاحتلال البقاء على أرض العراق حتى يجعلنا مواطئ قدم. ولكن وين التكنولوجيا اللي وعدت فيها أمريكا العراق؟ أين تلك التكنولوجيا التي وعدت فيها العراق؟ جهاز كشف متفجرات واحد بحظ ما جابت لنا أمريكا أي تكنولوجيا؟ وين السلاح اللي أخذنا يا الأمريكان؟ لكنهم أرادوا البقاء حتى يتمكنوا من خلال عملائهم الخونة من أسلام النظام البائد اليوم للأسف من البعثيين اللي اليوم مشغولين بإجراءات المساءلة والعدالة ويحصلون على الاستثناءات من البعض. هؤلاء لديهم تعاون مع الموساد الإسرائيلي ومع قوات الاحتلال الأمريكي، ولكن أقول هل انتهت المعركة؟ لقد أخضعنا قوات الاحتلال الأمريكي وطردناها، ولكن هل معركة الاحتلال الأمريكي انتهت؟ لقد بدأوا بمعركة أخرى ربما أياديهم ليست ظاهرة للكل، ولكننا نعرف أنها أياديهم من خلال تدخلاتهم بالسفارة الأمريكية. إنها الحرب الرائدية التي يحاول الاحتلال الأمريكي إشعالها في العراق. لماذا؟ لأن العراق اليوم إذا وحد أمريكا ما تقدر أنه ضعف قاعدة الإمام الحجة عبد الله فرج الشيخ، ولا تقدر أنه ضعف العراقيين، لأن العراقيين راح يكونوا متوحدين وقادرين على إدارة أمورهم بنفسهم، ولكنها تحتاج إلى أن تجعل عواتب وحواجز. الشيعي يخاف من السني، والسني يخاف من الشيعي، والعربي يخاف من الكردي، والكردي يخاف من العربي، والمسلم يخاف من المسيحي أو ينبذ المسيحي، والمسيحي يخاف من المسلم لأن المسلم متطرف، وبالتالي تكون حواجز بين الشعب العراقي، حواجز نفسية، أنت لا تتقبل أخوك الثاني، وبالتالي لما تأتي الشيعة وحدهم بعدين يسهل أن الشيعة نفسهم تقسمهم به فيما بعضهم وتجعل هناك تناحر، والسنة يتناحرون فيما بينهم، والكرد يتناحرون فيما بينهم، ويصبح العراق بلد مجزأ، بلد ضعيف. أخوتي السفيرة الأمريكية في مصر قالت كلمة ربما هناك كثير من لم ينتبهوا لها، أنا اليوم أقول لكم إياها. السفيرة الأمريكية في مصر اسمها آن باترسون، هذه السفيرة في إحدى لقاءات القنوات الفضائية، شوفوا سأتضجر بمصر على هذه التصريحات، قالت الآن أصبح من مصر بتحشي، تقول الآن أصبح بإمكاننا أن نحقق الحلم اليهودي من النيل إلى الفرات. ما قالت النيل وسكتت، يعني هي بمصر بتتكلم، قالت الحلم اليهودي من النيل إلى الفرات، وإذا استمر العرب باستفزازاتهم لليهود الصهاينة فسوف نقوم بمعركة خرمشدون وهي المعركة الأخيرة. انظروا أعداءنا إيش يفكرون. إذا القضية كبيرة أخوتي، السيد محمد الصدر لما قال ليش اليهود هذا يفكرون النبي محمد صلى الله عليه وآله، يعني من بدء الرسالة المحمدية كان هنالك كره للنبي محمد صلى الله عليه وآله ومؤامرات على النبي محمد صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه يقول السيد الشهيد كانوا يريدون أن يكون النبي منهم، خاتم الأنبياء كانوا يريدون منهم، فلما عرفوا أن النبي ليس منهم صارت قائلتهم، وبعض كانوا يعتقدون يريدون أن يكون المنقذ أو الذي سوف يملأ الأرض وقصة معذبة هو المهدي عجل الله فرجه الشريف في أدبياتهم كما يقول السيد الشهيد، كان اليهود يريدون أن يكون منهم، لكن لما عرفوا من خلال رسالاتهم السماوية وكتبهم اللي ما حرفوا بعدين هم حرفوا عرفوا أن الإمام المهدي ليس منهم، فبالآن يريدون أن يكون هنالك يعلمون أن الإمام المهدي سوف يلهي دولة الصهاينة، وبالتالي ما بس يعملون على أضعافنا من خلال الطائفية. فاليوم اللواء الإسلام
لواء الإنسانية من يد الإمام الحسين عليه السلام لم يسقط، وإنما من صالح إلى صالح، ومن إمام معصوم إلى إمام معصوم، ومن ولي صالح إلى ولي صالح، ومن مرجع إلى مرجع، إلى أن وصل إلى يد الشهيدين الصدرين، الشهيدين الصدرين الذين عرفوا خطورة الحجاب. الشهيد محمد باقر صدر ماذا قال؟ الشيخ محمد بن صدر قال: أنا متعب عن وجودي ومسؤوليتي، بذلت هذا الوجود وهذه المسؤولية في سبيل السنة والشيعة على السواء، والعرب والكرد على السواء. والسيد محمد صادق صدر، محمد صادق صدر قال: قال ليس المهم في هذه المرحلة أن تجعل السنيين شيعيين أو تجعل الشيعيين سنيين، وإنما المهم أن تكون في خندق واحد. لماذا؟ لأن العدو لأن الهدف مشترك. لماذا؟ لأن العدو مشترك إسرائيل وأمريكا. فاليوم أخوتي وصل إلى يد سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عز الله، وما هو الظل المؤمنة. اليوم السيد الشهيد محمد الصدر يقول في زمن الغيبة، اليوم في زمن الغيبة الإمام الحجة لا يقدر يدافع عن نفسه، لأنه الدفاع عن نفسه يتنافى مع الغيبة. فعلى المؤمنين بقضيته العارفين لطلابه أن ماذا يعملوا؟ يدافع عن الإمام الحجة. اليوم بلد الإمام الحجة يتعرض إلى أكبر هجمة، فمن سيساند سماحة السيد مقتدى الصدر عز الله في الدفاع عن بلد الإمام الحجة؟ ديننا في خطر، وديننا لم يكن يشمل طائفة وإنما لكل الإنسانية. مذهبنا في خطر، ومذهبنا ليس الإمام علي ليس لطائفة واحدة، وإنما لكل الإنسانية. والإمام الحجة أجل فرج شريف كما يقول السيد محمد الصدر، وسماحة السيد مقتدى الصدر لم يكن ولن يكون لمذهب واحد، وإنما هو لكل الإنسانية وقضيته عالمية. فلنعلم ما هي حقيقة الوضع يا أخوتي. لهذا اليوم علينا أن نكون إحنا من نرفع لواء الإمام الحجة عجل الله فرج الشريف، وندافع عن الإمام المهدي، ونشر كلمة الإمام المهدي، لأن رايته راية حق، ولأن كلمته كلمة حق، لأن رايته راية الله، وكلمته كلمة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.